السائل يقول: هل يعتبر مد المشرك نجسا؟ هل يعتبر مد المشرك نجسا؟ إن قلنا إن نجاسة المشرك نجاسة حسية، فإنه ستنجس كل رطوباته، عرقه ومده وسؤره، كل ذلك يكون نجسا إن قلنا إن نجاسته حسية، كما هو رأي الأكثر من علمائنا. أما إن قلنا إن نجاسة المشرك معنوية، فهذه الأشياء كلها ستكون طاهرة منه، لأنه لم يشهد الشرع لها بالنجاسة بذاتها. وقد ذكرنا الخلاف في هذه القضية من قبل، وقلنا إن الذي ذهب إليه أبو محمد بن بركة البهلوي وبعض علماء المغرب ذهبوا إلى أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ورجح هذا الرأي أيضا كما ذكرنا من قبل شيخنا إمام السنة والأصول حفظه الله تعالى ورعاه. فعلى هذا كله، على هذا الرأي الأخير، لا يكون مده ولا عرقه ولا سؤره لا يكون نجسا، بل هو طاهر، إلا إن تلبس بنجاسة أخرى فالحكم حينها للنجاسة الأخرى وليس لذات المشرك، والله تعالى أعلم.